السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الدرس السابق البرمجة يعني Proximity Sensor، حساس الحركة NPN و PNP Sensor. Indicative Proximity Sensor definition overcome principle de vis which detects object wide tuition metal resistance. يعني هذا المبدأ هو ابتكار أي هو المبدأ هو ذكر أي الذي يكشف جسم معدني. مهم الذي هاد حساس الحركة يكشف جسم معدني بدون لمس عن طريق استشعار. هنا يعني إنديكتي بروكسيميتي نيرف يعني القرب الاستقرائي من المستشعر، مبدأ عمل مستشعر. يعني كيفاش كيعمل؟ عندنا قانون فاراداي E كتساوي N على D كوس في على D T، و D كوس في على D T يعني هذا معدل تغيير تدفق. A كتساوي D على V على D T. هنايا غنشوفو الطريقة ديال العمل ديالو. يعني هنا جسم معدني، هنا اوبجي ميتال، هنا لفائف استخدام يعني سيليزن كويل هاد البوبينه ديالو، هنا ترانزستور يعني هنا هاد اللي من هنا اللون البني هو 24 فولت زائد 24 فولت، اللون الاسود اوتبوت يعني المخرج، اللون الازرق هو 0 فولت. هنا الدوامة الحالية للاستخدام، يعني كيفاش سميتها. هنا عندك جسم أمام ملف مغناطيسي، كيفاش يعني كنستخدموه؟ تستخدم فقط لاستشعار مسافة صغيرة، يستخدم لاستشعار مسافة تصل إلى 25 مليمتر. من هنا الخيط البراون يعني هذاك البني هو بلس 24 فولت، وهنا بلاك اوتبوت يعني المخرج كيمشي للمخرج الاسود، والازرق هو 0 فولت. والاستخدام ديالو قال لك اللوبه الاولى جسم امام ملف مغناطيسي، يستخدم فقط تستخدم لاستشعار مسافه صغيره، مسافه صغيره كيستخدم، يستخدم لاستشعار مسافه تصل الى 25 مليمتر. يعني هذا كيديتيكتي لي ميتال، كيديتيكتي المعدن ماشي ما ديالو.